إخواننا حالين المبتدئين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم في المحاضرة الرابعة، الفيديو الرابع من سلسلة الفيديوهات والمحاضرات التي أطلقتها نقابة النحالين الأردنيين لمحاولة تعريف الراغبين بتعلم تربية النحل بالأشياء الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع. اليوم سنتطرق إلى المزيد من المعلومات المتعلقة بتربية النحل. ستكون محاضرتنا اليوم وموضوعنا اليوم حول إدارة النحل. كيف نبدأ بتربية طائفة نحل؟ طبعاً نحن تحدثنا حتى اللحظة بالكثير من الأمور المتعلقة بنحل العسل، واليوم سنبدأ بالحديث عن ما يجب على النحال القيام به من أجل أن يبدأ مشواره في تربية النحل. وطبعاً هنالك تفاوت كبير بين المبتدئين في الطريقة التي يرغبون بها الدخول إلى عالم النحل، فهنالك تفاوت كبير من حيث نوع البداية. هل سأبدأ بطرد مرزوم؟ هل سأقوم ب انتظار طرد طبيعي؟ هل سأقوم بشراء نويات من 5 إطارات؟ هل سأقوم بشراء خلايا من 10 إطارات إلى آخره؟ ذكرنا أن هناك التفاوت، هل ستكون خلية أم 10 أم 100؟ هل تجهيزات، هل لدي القدرة على الشراء كل التجهيزات أم أنني سأقوم بتجهيزات أولا بأول؟ إذن هذه كلها متفاوتة من شخص إلى آخر، يقررها كل شخص حسب إمكانياته. لكن في غالب الأحيان، والكثير من النحالين في يومنا قد بدأوا تربية النحل من خلال اصطيادهم لطرد طبيعي. فنحن نعلم أن في بداية الربيع تنتشر وتبدأ الخلايا بالتطريد، وقد يكون لك نصيب بأن يحط مثل هذا الطرد في مكان قريب منك، وبالتالي تستطيع أن تقوم بتسكينه. طبعاً البداية قد تكون مع طرد نحل من هذا النوع، أو قد يكون من خلال شراء نحل مرزوم. ونذكر أن النحل المرزوم هو عبارة عن مجموعة من النحل كما نشاهد في الصورة، لكنه موجود في صندوق. هذا الطرد الذي نراه في الصورة هو عبارة عن مجموعة من النحل، وداخلهم في ملكة، في معهم ملكة موجودة. ونفس الشيء بالنسبة للنحل المرزوم، هو عبارة عن مجموعة من النحل وفي وسطهم أيضاً ملك. فسواء بدأنا بطرد نحل طبيعي أو في نحل مرزوم، تقريبا هنالك تشابه كبير بين هاتين الطريقتين، وبالتالي سنتطرق إلى أمور متشابهة في الحالتين. إذا سنقوم بالتسكين. البداية تبدأ بتسكين هذا الطرد. هذا الطرد موجود في الهواء، أو النحل المرزوم يأتي في صندوق، نريد أن نسكنه في صندوق التربية. وعملية تسكين الطرد أو النحل المرزوم تقريباً هي نفس المبدأ، من حيث الفكرة نفس المبدأ، وتتضمن العملية نقل النحل من غصن شجرة أو من عبوة النحل المرزوم إلى صندوق التربية. طبعاً يجب أن يكون الراغب بالبدء بتربية النحل كما أسلفنا أن يكون جاهزاً مستعداً لذلك. لازم يكون عنده اللباس الواقي، لازم يكون عنده صندوق أو أكثر من صناديق التربية. يجب أن تكون لديه العدد، الأدوات، اللباس، الداخون، العتلة، الإطارات، كل هذه يجب أن تكون جاهزة. ويجب ملاحظة أن الصندوق الخشبي ليس أي صندوق، هو صندوق تربية خشبي بمسافات وأبعاد دقيقة جداً. والنظام المستخدم في الأردن والكثير من دول العالم هو أبعاد خلية لانجستروث القياسية، ولانجستروث هو أحد العلماء الذين استطاعوا أن يضعوا بصمة في عالم النحل في اكتشافهم المسافة النحلية، وبناء على ذلك تم تصميم الصندوق الخشبي بأبعاد ومسافات لانجستروث. طبعاً هذا الصندوق يجب أن يحتوي على إطارات وعلى أرضية وغطاء داخلي وغطاء خارجي كامل، كما تحتاج أيضاً إلى غذاية، لأن النحل المرزوم أو الطرد الطبيعي يكون بحاجة إلى كمية كبيرة من التغذية في بداية الأمر. لذلك لابد من الاحتياط إلى وجود تغذية وغذاية للقيام بذلك.
طبعا يجب ان ننتبه ايضا ان بعض طرود النحل قد لا يستحق المجازفه في التسكين، يعني قد يكون عدد النحل قليل، يعني ممكن تكون كمشه نحل بحجم حبه برتقال مثلا، او هذا عاده طرد لا يستحق التعب ولا يستحق كل هذا الامر. اما اذا كان الطرد كبير فاذا هو يستحق، لكن ايضا ومع ذلك إذا كان الطرد على منطقة عالية جدا ومرتفعة ولا بد من استخدام سلم وتسلق أشجار، قد يكون هذا أيضا فيه نوع من المخاطرة، فقد يكون شراء خلية أرخص من الذهاب إلى المستشفى في حال لا سمح الله سقط هذا الشخص وهو يحاول الإمساك بالطرد، لأن أيضا بعض الطرود قد يكون مكانها صعب جدا الوصول إليه ويشكل خطورة على الشخص، إضافة أن بعض الطرود قد تتطلب قطع الأشجار، وهذا يعني حقيقة منافي يعني أخلاقيات التعامل مع الطبيعة وتربية النحل، أو ربما قد يضطر الشخص إلى هدم جزء من البناء من أجل إخراج طرد النحل. أعتقد أن يعني الأمر لا يستحق كل هذه المغامرة، ربما شراء خلية يكون أرخص وأسهل من كل هذه الأمور. طيب لنبدأ بطرد النحل الطبيعي. طرد النحل الطبيعي هو عادة يأتي من خلية مجاورة في مكان ما، قد تكون الخلية المجاورة عائدة لشخص ما معين، وقد تكون خلية تعيش في البر لوحدها ثم قامت بالتطريد وخرج الطرد. كما تشاهدون هذه الخلية عبارة عن خلية بدأت فيها عملية التطريد، لاحظوا اكتظاظ النحل على الباب، سيبدأ النحل بالطيران قريبا من هذه الخلية ليحط في مكان ما قريب. في بداية الأمر يحط الطرد في مكان قريب، وقد يكون هذا المكان القريب هو المنزل أو حديقة المنزل أو في مكان ما بالقرب منك. طبعا في غالب الأحيان يكون الطرد مكون من ملكة الخلية الأم، يعني الملكة الأم الموجودة في هذه الخلية هي من يقوم بالتطريد، الملكة الأم الملقحة، ويخرج معها عادة عدد كبير من العاملات. إذا كان حجم الطرد كبير ففي الغالب أن هذا الطرد يعود لطرد خلية كبيرة مع الملكة الأم، بينما إذا كان الطرد إلى حد ما أصغر حجما وأصغر ثم أصغر فتعتبر هذه الطرود طرود ثانوية، الطرد الأولي هو الطرد الذي يخرج مع الملكة الأم، لكن قد يتلو ذلك خروج طرود ثانوية وثالثية ورابعية، وهذه الطرود عادة تكون أصغر حجما ثم أصغر ثم أصغر وهكذا، وتحتوي بهذه الحالة الطرود على ملكة عذراء وليست ملكة ملقحة. إذا كانت الطرد كبير عادة بيكون ملكة أم، إذا كان الطرد أصغر نوعا ما فيكون عادة مرافق لملكة عذراء. وعادة يتميز الطرد بالهدوء نسبيا، يعني في غالب الأحيان الطرد إذا نشوف الطرد موجود على شجرة عادة الإمساك بالطرد وإنزاله وتسكينه قد لا يعني ينطوي على ضرورة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من اللباس، لكن طبعا احنا دائما نقول للشخص يجب أن يقوم ب، لكن النحل الطرد هو نحل عادة يتسم بالهدوء وعدم الشراسة. لاحقا بعد ما نقوم بتسكين الطرد ويبدأ بالتكاثر ربما تظهر علامات الشراسة لاحقا. طبعا في حال النحل المرزوم عادة يقوم النحال بشراء النحل المرزوم، والنحل المرزوم عادة يتم شراؤه بناء على الوزن، فيفضل أن يكون الوزن قرابة الكيلو ونصف تقريبا، يعني ما بين الكيلو والربع إلى الكيلو والنصف، حتى نضمن أن تكون الخلية قوية، يعني أعداد النحل فيها، لأنه كل ما كان الوزن أكبر معناته أعداد النحل أكبر، وهذا يعني خلية قوية. والنحل المرزوم يأتي في صندوق خشبي كما ترى في الصورة، لكنه محاط بشبك منخل على محيط هذا الصندوق من أجل ضمان تهوية كافية للنحل. وطبعا في وسط هذا التجمع الكبير من النحل يوجد في وسطه ملكة موجودة في قفص، وموجود أيضا تغذية أيضا في علبة خاصة. إذا في وسط هذا التكتل ستكون هنالك ملكة، والملكة ستكون موجودة في قفص داخل هذا الصندوق،
والملكة تكون في قفص ولا تكون حرة التحرك مع النحل، يعني ما بتكون النحل هذا، لأنه هذا النحل مش العاملات الموجودة في هذا الصندوق ليست بنات للملكة، بالتالي هنالك مخاطرة لو تركنا الملكة أو وضعنا الملكة بالداخل النحل المرزوم، يجب أن تكون موضوعة داخل قفص حتى يتم التعرف عليها من قبل النحل وتقبلها. والتغذية قد تكون في علبة، قد تكون علبة مليئة بالإسفنج ومتشربة بالتغذية لضمان حصول النحل على التغذية الكافية خلال فترة الانتقال من النحال إلى المشتري. وهذا النحل اللي احنا شايفينه يجب أن يكون نحلاً حاضناً، هذا لازم نتذكره من المرة الماضية. شو يعني النحل الحاضن؟ النحل الحاضن اللي لسه عمره صغير، لم يتجاوز عمره 20 يوم، حتى نضمن أنه هذا النحل قادر على بناء وتأسيس الخلية وتغذية اليرقات وإلى آخره حتى تتطور الخلية بشكل جيد. طبعاً أثناء نقل هذا النحل المرزوم من النحال إلى المشتري يجب أن يتم نقله في مكان مظلم بارد نسبياً، مش بارد جداً، بارد يعني هيك بارد إلى لطيف، ويجب أن لا يتعرض بالدرجة الأولى للحرارة العالية جداً، لأن الحرارة العالية أخطر من البرودة، أو البارد جداً جداً، يعني ربما لو تعرض الطرد المرزوم هذا إلى درجة حرارة صفر مئوي ممكن أنه يتحمل، أما إذا بتعرض لدرجة حرارة فوق 25 فترة طويلة قد يموت. ويجب أيضاً توفر تهوية كافية، فإذا كان أكثر من صندوق يجب أن نحرص على وجود تهوية كافية بين الصناديق المرزوم. الآن سنقوم بالتعرف على كيفية وضع هذا الطرد المرزوم في صندوق التربية. كما أسلفنا قلنا أن النحل المرزوم يكون متجمع حول الملكة والتغذية، وهذا أيضاً في درجات الحرارة العادية. أما إذا كان الجو مرتفع الحرارة، كيف بدي أعرف أن الحرارة عالية ومش مناسبة للنحل؟ النحل سيقوم بالتفرق، ما بتكتل زي هيك، رح يبلش يتفرق وينتشر أكثر على أطراف الصندوق باتجاه المنخل حتى يحاول الخروج. هيك بكون أنا عرفت أن النحل المرزوم يعني مش مبسوط من الحرارة وبالتالي يحاول الخروج. طبعاً في أسفي أعلى هذا الصندوق بالأعلى يوجد فتحة، هذه الفتحة مغلقة يعني عليها غطاء، ويوجد يمتد منها سلك، هذا السلك في آخر هذا السلك مربوط بقفص الملكة وعلبة التغذية كما أسلفنا. إذا لما بدي أجي أنا أنزل هذا النحل إلى صندوق التربية، الغطاء فوق، الغطاء النحل فوق، فإذا قمت بدزع الغطاء والنحل موجود بهذه الطريقة راح يبلش النحل يطلع قبل ما أدخله على صندوق التربية. فأول عملية لازم نسويها أنه منروح منهز صندوق هذا المرزوم، منهزه هز عنيفة. هذه الهز العنيفة سيجبر النحل بالكامل إلى السقوط إلى أسفل مباشرة، سيسقط بالكامل إلى الأسفل وتبقى الملكة في القفص مربوطة بالسلك بأعلى الفتحة. بعد ذلك نقوم بفتح الغطاء وسحب الملكة بواسطة السلك، ومن ثم يعاد إغلاق الفتحة بشكل مباشر للإبقاء على النحل داخل الصندوق. إذن الآن قمنا بنزع الملكة وأخذناها بينما النحل موجود داخل الطرد المرزوم. عادة الملكة بتكون موجودة في أقفاص من هذه الأشكال المختلفة، بلاستيكية وخشبية. الأكثر انتشاراً الآن أصبح اللي هو البلاستيكي، وداخل هذا القفص البلاستيكي لاحظوا أشكال مختلفة تكون موجودة الملكة. ويوجد أيضاً مع الملكة في غالب الأحيان، مثلاً في هذا الصندوق إذا بتلاحظ المؤشر في هذا الصندوق، في هذه المنطقة تكون هذه المنطقة مليئة بعجين بيضاء، هي عجين سكرية عبارة عن سكر لكنه إلى حد ما صلب القوام. ليش؟ لأنه يمنع الملكة والنحل من نحل من الفتح على الملكة أو الملكة للخروج. هذا الصندوق نفس الشيء، تكون هذه الأنبوبة الامتدادة تكون مليئة بالغذاء من العجين السكرية، وفي آخر الأنبوبة هاي يوجد فلينة. نفس الشيء في الخشبي، الخشبي أيضا يكون جزء منه موجود فيه غذاء وفي آخره في فتحة وتكون مغلقة بالفلين. إذا كما تشاهدون هنالك بعض الأقفاص خشبي وبعضها بلاستيكي، وهنالك أشكال وتصاميم مختلف الأقفاص، لكن بشكل عام هذا القفص يجب أن يقدم أو يخدمني في عملية نقل
المرزوم والملكة. يجب أول شيء عند نزع الملكة من الصندوق يجب أن نتأكد أن الملكة موجودة داخل القفص وحية وتتحرك أمورها ممتازة، هذا أول شيء، لأنه إذا كانت الملكة ميتة ما في فائدة، يجب أن نبحث عن ملكة بديلة. فإذا أول شيء نتأكد أن الملكة جوا القفص ما شاء الله عليها تتحرك وما شاء الله ممتازة، خلاص أوكي. الآن نقوم بنزع الفلين الموجود في أعلى الأنبوب، الفلين الموجود في أعلى الأنبوب أو الفلين الموجود في طرف الصندوق الخشبي. وبعد ما نزيل الفلين سنجد أن هنالك مادة عجينة بيضاء وهي عبارة عن عجينة سكر تمنع الملكة من الخروج من هذه الفتحة بسرعة. هي سيقوم النحل باستهلاك، لما نقوم بوضعها داخل النحل، النحل سيبدأ الآن باستهلاك السكر بسرعة، وبالتالي سيقوم بفتح الطريق إلى الملكة للخروج سواء في هذا النوع أو في هذا النوع. هذا النوع الآن الأبيض اللي احنا شايفينه البلاستيكي هو الأقفاص الأكثر شيوعاً في النحل المرزوم، وبدأ يحل محل القفص الخشبي. القفص الخشبي كان تقليدياً هو المستخدم، وهذا القفص معروف بقفص بنتون، قفص خاص مكون من 3 حجرات، إحدى هذه الحجرات تكون مليئة بالعجينة السكرية، والحجرتين الثانيتين تكون بهما الملكة ربما وبعض العاملات. الآن لدينا الملكة باليد، النحل ما زال في صندوق المرزوم، لدينا صندوق التربية ولدينا الإطارات. الآن عادة الصندوق يحتوي على 10 إطارات، نقوم برفع 5 إطارات ووضعهم جانبا لليوم الثاني ونبقي على 5 إطارات فقط. وكما تشاهدون نقوم بفتح فراغ بين الـ4 براويز الموجود الآن هون، نقوم بإزالة إطار الخامس هيو، والآن الفراغ هذا الموجود نقوم بوضع الملكة بعد إزالة الفلين من الطرف، نقوم بوضع الملكة في وسط هذين البروازين ونقوم بضغط الإطارات على بعضهم البعض حتى نضمن أن القفص قفص الملكة سيبقى في الأعلى. يجب أن يبقى قفص الملكة في الأعلى وأن لا يسقط على الأرض، هذه نقطة مهمة جدا. إذا نحن بحاجة إلى صندوق، نحتاج إلى إطارات، نحتاج إلى أدوات، تأكدنا أن الملكة على قيد الحياة، نزعنا علبة التغذية السكرية. الآن الصندوق المرزوم به العلبة السكرية، هذه التغذية السكرية أيضا قمنا بإزالتها جانبا. الآن أزلنا الفلين من طرف صندوق الملكة ووضعناه في أعلى الإطارين وقمنا بإلصاقهم لبعض البعض حتى نضمن بقائهم، ويجب ضمان عدم وقوع الملكة إلى الأسفل، هذه نقطة مهمة جدا. الآن هي الصندوق صار عندنا 5 إطارات، أكيد الملكة موجودة في وسط الإطارات الخمسة، والآن لدينا فراغ بحجم 5 إطارات، لكن هذول 5 إطارات قلنا إحنا شلناهم وحطيناهم على جنب لوقت لاحق. الآن هذا الفراغ الموجود هون الآن نقوم بإنزال صندوق المرزوم فيه والفتحة من الأعلى كما تشاهدون، الفتحة من الأعلى لكن هاي الغطاء موجود، نقوم بإنزاله في الفراغ هذا الموجود ونقوم بوضع غطاء داخلي على الخلية، الغطاء الداخلي الخشبي على الخلية الـ10 إطارات هذه لازم يكون موجود. فبعد ما نقوم بإنزال هذا الصندوق نقوم بوضع الغطاء الداخلي، ثم نسحب، نقوم بسرعة سحب الغطاء عن النحل المرزوم وإرجاع الغطاء الداخلي على الخلية لضمان عدم خروج النحل إلى الخارج. لازم نحافظ على بقاء النحل داخل الصندوق لكن مع وجود فتحة. الآن سيبدأ النحل بالشعور بأنه الملكة بعيدة عنه، فسيبدأ بالخروج من الصندوق المرزوم ويتجه نحو الملكة الموجودة بين الإطارات الخمسة. هذا هو السلوك المتوقع، وبما أنه هذا الصندوق راح يكون موجود في الفراغ إذا سيتجه النحل إجباريا باتجاه 5 إطارات الموجودة هون في بيناتهم الملكة. أوكي؟ وهذه مكتوبة كتاب، العملية مذكورة بالكتاب هون. نترك هاي الخلية بهذا الوضع حتى اليوم التالي، يعني لازم نتركها تقريبا 24 ساعة، نتركها لليوم التالي. لما بنيجي في اليوم التالي سنجد أن معظم النحل اللي كان جوا القفص هذا المرزوم الشبك سيكون قد خرج واتجه إلى الإطارات وبدأ ببناء الشمع حول الملكة، لكن الملكة في الغالب ستكون موجودة وين بعدها؟ غالبا موجودة في داخل القفص، وربما قد يكون النحل قد استهلك العجين السكرية التي تمنع الملكة من الخروج وتكون الملكة قد خرجت أيضا خلال هذا اليوم. وطبعا هذا الكلام تماما ينطبق لو أنا عندي طرد لقيته على شجرة، يعني أنا لو لقيت طرد على شجرة
بدي أقوم بنفس العملية تقريباً، بدي أحضر 5 إطارات زي هيك وأقوم بقطع الغصن الموجود عليه الطرد ومن ثم إنزاله في الفراغ، أوكي؟ ومن ثم إنزال الفراغ، لكن الفرق أن الطرد راح تكون الملكة معاه موجودة مش بطريقة النحل المرزوم. بعدين النحل لحاله مباشرة راح يتجه باتجاه الإطارات ويبدأ ببناء الشمع على الإطارات. لكن طبعاً في لقدام شوي راح ننتبه لنقطة مهمة جداً ممكن أنها تؤدي إلى مشاكل، وهي ما نراه في الصورة. شو اللي احنا شايفينه في الصورة؟ في الصورة احنا شايفين انه في اطارات صحيح هون وهون، لكن بالوسط في فراغ. فاذا قام النحال بانزال الطرد النحل او المرزوم وفي عندنا مثل هذا الفراغ، في الغالب سيقوم النحل ببناء الشمع في الفراغ، ما بيروح ببني على الاطارات اللي احنا حطينا له اياها. فاذا هون اذا قمنا برفع هذا الصندوق الخشبي قبل ما يقوم النحل ببناء الاطارات هاي، ممكن النحل يرجع يعبي الفراغ هذا ويبني الشمع لحاله من دون اطارات، وهذا الشيء ما بدنا اياه. احنا بدنا اياه يبني الشمع وين؟ على الاطارات. فلازم نحافظ على الفراغ هذا مغلق مسكر مليء بشيء ما معين مثل هذا الصندوق، لضمان ان النحل يجبر على القيام ببناء الشمع على مجرد ما قام النحل ببناء على هاي الاطارات، خلاص بقدر اشيل انا ايش؟ بقدر اشيل هذا الصندوق وما في مشكله. الان في اليوم التالي اذا بنقوم بازاله الصندوق المرزوم الخشبي الصغير، ثم نقوم بإضافة إطارات ربما حتى نصل إلى 10 لضمان عدم بناء النحل بشكل عشوائي في الفراغ كما نشاهد في الصورة. وهذا أيضا ينطبق على الطرد. إذا أنا مسكت طرد وسكنته في صندوق وكان صندوق كبير وفي فراغ، هذا الفراغ سيكون مكان مناسب للنحل أنه يبنى فيه البناء الشمع بعيدا عن الإطارات، إحنا ما بدنا إياه. فنقوم بوضع شيء معين لملء هذا الفراغ لإجبار النحل على أن يقوم ببناء الشمع على الإطارات. ايضا النقطه الثانيه، يجب ان نقوم بتغذيه الطائفه بشكل ممتاز وغزير. ليش؟ لانه بناء الشمع يحتاج الى طاقه هائله جدا، يستهلك النحل حوالي 8 كيلو عسل لبناء كيلو واحد من الشمع. اذا يعني طبعا هذه الارقام متفاوته حسب الدراسات، لكن لابراز اهميه القيام بالتغذيه، لان النحل سيستهلك كميات كبيره من الغذاء لبناء الشمع، فالأفضل أن نقوم نحن بتغذيته لبناء الشمع. يجب أن نقوم بالتأكد أن النحل قام باستهلاك العجين السكرية بعد يوم يومين، لازم نيجي نتأكد أن النحل قام باستهلاك العجين السكرية وإخراج الملكة من القفص، وأن الملكة موجودة على الإطارات والنحل متقبلها وما فيها مشكلة. لأنه إذا وجدنا أن النحل مش متقبل الملكة وقاتلها، بدنا نروح لإجراء ثاني. أما إحنا بدنا نفترض الأفضل أن الملكة تم تقبلها وأنها ماشي أمورها، لكن بمجرد ما لاحظت أن الملكة متقبلة وأمورها ماشي وبايضة، يجب أن تمنع نفسك من الكشف المتكرر على الخلايا كل يوم. هاي نقطة مهمة جدا، مش كل يوم ولا أنا فاتح الخلية بدي أشوفها، خلاص فتحت الخلية ولقيت النحل مطلع الملكة والملكة شغالة على البراويز وكل شيء تمام، يجب عدم فتح الخلية بشكل متكرر. هاي نقطة مهمة جدا، ربما قد تكون بحاجة إلى فقط تغذية، والتغذية قد تكون ليس بفتح الخلية وإنما من الخارج، وسنتحدث عن الغذيات لاحقا. وأيضا ربما بحاجة للكشف على الخلية ربما كل 5 أيام أو أسبوع، ليس أقل من ذلك. يجب أن ننتبه أيضا إلى أمر مهم جدا، وهذا ينطبق على الطرد الطبيعي وعلى النحل المرزوم. لاحظ أن الرسم التالي البياني يبين أعداد النحل في الطرد مع الزمن. فهاي المحور السيني والمحور الصادي، لاحظ أن المحور السيني هو الأيام والمحور الصادي هو أعداد النحل. عادة الطرد الطبيعي أو النحل المرزوم يأتي بمقاربة حوالي 10,000 10 كي، اللي هو يعني 10,000 نحلة. فإذا بدأنا في اليوم الأول بعشرة آلاف نحلة، مباشرة في اليوم التالي شو راح يكون في عندنا هون؟ راح تبدأ أعداد النحل بالتناقص خلال أول 3 أسابيع، لأنه في الأسبوع إذا قامت الملكة بوضع بيض في تقريبا بدها يعني بضعة أيام، عادة ممكن يومين 3 أيام حتى تبدأ الملكة بوضع البيض. ومع كل بيضة الآن زي ما تذكروا زمان حكينا أنه البيضة الواحدة تحتاج إلى 21 يوم للفقس، ف
فإذا 21 يوم من بيضة وعندك كمان 3-4 أيام تقريبا حتى تقوم الملكة بوضع البيضة، احنا بنحكي عن 25-26 يوم ربما حتى يبدأ النحل بالفقس. لكن خلال هاي الفترة بده يكون النحل اللي احنا حطيناه هون بدأ بالتناقص لأنه عمره محدود. احنا بنعرف انه النحلة قديش عمرها، عمرها 40 يوم 45 يوم. النحلة اللي اجتني انا بالنحل المرزوم ممكن يكون عمرها 10 أيام 15 يوم 20 يوم، معناته انا مباشرة في منه راح يكون عمره 30 يوم ربما، وفي منه راح يكون عمره 40 يوم. فمباشرة راح نلاحظ انه النحل بدأ بالتناقص، وسيظهر ذلك جليا حتى اليوم 21 أو 24 25 حسب متى مضى. وهذا نفس الشيء بالنسبة للطرد. ثم بعد ما يبدأ النحل الجديد بالفقس سيبدأ تعويض النحل الميت، وعند نقطة معينة ستبدأ الأعداد بالتزايد مرة أخرى. إذن ما رح نشهد أي تزايد حتى ربما اليوم 30. بعد اليوم 30 سنبدأ بملاحظة أن النحل بدأ بالتزايد. إذن نتذكر أن البيضة تحتاج إلى 21 يوم للفقس. النقطة الثانية، ربما قد يقول قائل أن الملكة تستطيع أن تضع 2000 بيضة، لما كل هذا التأخير في التطور؟ طبعا نتذكر دائما أيضا أن الملكة تستطيع أن تضع 2000 بيضة، لكن ليس بالضرورة أن تقوم بوضع هذا الرقم، لأن الملكة لا تقوم بوضع بيض لا يمكن للنحل العناية به. إذن هي تقوم بوضع بيض مناسب لعدد النحل، وبما أن النحل في هذه الفترة سيكون يعني لحد ما ليس بالعدد الكبير، إذن لن تقوم الملكة بوضع 2000 بيضة في اليوم في خلال الفترة هاي، وربما قد تكون قادر على وضع بيض خلال أول أيام، وبعد ذلك ستتوقف عن البيض ربما حتى يبدأ النحل بالفقس من جديد، ثم تعاود البدء في وضع البيض لاحقا، لأن البيض يحتاج إلى تغذية كيرقات ويحتاج إلى أيضا تدفئة، وهذا يجب أن يقوم به النحل بشكل مستمر خلال الأيام أو الأسابيع الأولى. كما ذكرنا يحتاج النحل إلى 45 يوم تقريبا من الإنزال حتى نبدأ، يعني إذا إحنا كان الطرد دخلناه وعبى 5 إطارات من النحل راح يظل على 5 إطارات من النحل، ربما ينقص شوية بس يعني ما راح يزيد عن 5 إطارات خلال 45 يوم. أول 45 يوم راح يظل عدد النحل في الطرد المرزوم أو في الطرد الطبيعي ما بتجاوز الإطارات اللي عباهم. بعد 45 يوم ستبدأ التكاثر، وستبدأ الخلية بالحاجة إلى إضافة إطارات جديدة، فما يعني راح نشهد تطور للطرد أو للخلية المرزومة بعد حوالي 45 يوم، لكن بعد 45 يوم سنشهد تزايد كبير لأعداد النحل. بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه المحاضرة وهذا الفيديو من هذه السلسلة. أتمنى أن تكون فيها الفائدة للجميع. نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.